مرحبا جابر. اهلين، شو بدك؟ شو ما في تفضل ولا ضيف غير مرغوب فيه؟ لا اهلا وسهلا فيك انت واجيت، بس هلا عنا ظرف يعني ما بنحسن نستقبلك. وانا خصوصي جاي مشان هالظرف، بدي اشوف الست عفرة اذا ممكن. شو بدك؟ موضوع شخصي يا اخي. تعال. بس عجاج هلا ما خلص اسبق مرت عمية؟ يا مرت عمية شو فين؟ شو ابو شهاب؟ واقف لي بالخازوق البحرة؟ عود اتركني انا ماني جاي اقعد. شو جاي تعمل لك؟ صحيح الموضوع اللي سمعته. موضوع شو؟ ريبال حكالي كل شيء، انا جاي انبهكم ديروا بالكم. ها انا شو بدك تنبهنا؟ ريبال باينته اجر فوق داير من واحد لواحد بالحاره وعم بحكي لهم القصه، راح يفضحكم بالبلد. ها الله لا يوفقه عجاج، روح انكش لي اياه من تحت الارض وانا بعرف شلون نتفاهم انا وياه. اذا بدك مشان الولد انا بتمنى يا ست عفرة. خلاص ولا لا اعملها؟ روح ارجلي عرضك ما تشمط رقبتك. حيفضحنا بين الناس، روح شوف لي اياه، لا بيعلف علينا قصص وقصص. الله لا يوفقه. شو احمر هالريبال؟ احمر من هاد؟ لك حدا بيحكي القصه لابو شهاب؟ لك لساتك واقف، روح عجاج. مرت عمي وبدي لاقي لك يا شام كبيره، اذا هان بالشام ما بتجيبه غير كلام الشمام. مو ضروري تلاقيه، بذول محاوله حتى نقول انك وقفت معنا بساعه الشده. ماشي الحال، بدي خريطه للشام. مشان ايش الخريطه؟ بدي خريطه للشام مشان دور بشكل منظم، ما بدي هين بالشام مثل راس الطرش. لك قوم تنقام قيامتك، قوم دور عليه، ما في وقت. روح. دي لبسول بلد لهالرجال، عينك كنت عينك. عامل تحليل؟ لو ما عامل تحليل كنا قلنا. دور عليها. أنا اللي مضى أبي ما دورت عليه. لهلأ لساته ضايع. أهلين صهري، تفضل. شو الحكي اللي سمعته؟ صحيح؟ قول مرحبا بالأول. هلا مو وقت المجاملات، خبريني بالأول، الحكي اللي سمعته صحيح ولا مو صحيح؟ صهري فوت لجوا بنحكي جوا. ماني فايت عطلت باب بيتكم قبل ما أعرف، الحكي اللي سمعته صحيح ولا مو صحيح؟ شو الحكي اللي سمعته؟ ريبال طلع لعندي لفوق على القلم وحكالي كل شيء قدام الموظفين، صار وجهي قد الكمشة من الخجل. أنا ما بعرف شو حكالك بالضبط، بس إذا بالنسبة للولد الحكي صحيح، هو أبوه. كل شيء صار واضح بالنسبة لي، الرجال معه حق 100%. لا الرجال ما معه حق 100%، ريبال عم يتهيأ له. لا ما عم يتهيأ له، الرجال عامل تحاليل. يا صهري يا صهري فوت لجوا خلينا نفهم، فضحتنا بالقعده. اعوذ بالله، انا ادعس على تتبع بيتكم، انا البيت اللي ما بتفح منه ريحه الشرف ما بدعسه على بعد كل متر. عن اذنك صهري لا تتسرع، ممكن تطلع غلطان. ها بطلت سهرك، واختكم اليوم المساء بتكون عندكم، ليله واحده ما بتبات عندي. انت الساده ليله واحده انت ما بتبات عندها، لانه البيت الها مو الها. بنام بالشارع ولا بظل مع وحده امها حلها وتركها. يخرب بيتك من حالك، يخرب بيتك من حالك. شو رحنا وشي؟ لك رحنا وشي. مش بحالي يا ميسو، فرشي حالك. مين قال لك اني انا عم ببكي؟ فشر بنص عين، وما ببكي انا مشان الرجال، فشرت العينتين جياته، بس عم ببكي مشان البيبي اللي جاي. شو ذنبه المسكين؟ مين؟ ما حدا. شلون ما حدا؟ مين دقش راس لك؟ واحد زبال. ميسون حبيبتي بدي اسالك سؤال، يعني هلا البني ادم بيقدر يعرف اجا هالولد ابنه ولا مو ابنه؟ طبعا بيقدر يعرف عن طريق تحليل الدي ان كا. حلو كثير، انا مستعده، بس شلون؟ ماما هلا ما بيصير، لازم نستنى ليجي الولد مشان ناخذ عينه من دمه ونحللها.